السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم يا أصدقاء. معنا النهاردة طريقة تشغيل ألعاب الويو على الأندرويد بمحاكي السيميو. الألعاب بتكون شغالة بطريقة جميلة جدا وبستين فريم وبجودة عالية كمان. ولو جهازك ضعيف شوية هيقدر برضو يشغل الألعاب، ولكن بس هتحتاج انك تقلل شوية في الجودة. خلينا نبدأ الفيديو. أول حاجة هيكون عندك المحاكي السيميو وهيكون عندك ملف ده. طبعا الملف ده مهم جدا علشان في بعض الألعاب مش بترضى تظهر في البرنامج، والألعاب دي عادة بتكون بصيغة الـ WUX. فركز معايا جدا علشان لو عندك اي مشكلة انا هحلها لك. اول حاجة هنيجي عند المحاكي وهتدوس عليه ضغطة واحدة بس عادية، وهتدوس على كلمة انستول او تثبيت وكلمة انستول او تثبيت، وهنا بقى بيبدأ يعمل انستولينج، يعني بيثبت البرنامج. وبعد ما يخلص كده حاليا مباشرة بتدوس على كلمة اوبن او فتح، ودي كده الواجهة الخاصة بالبرنامج. هتيجي اول حاجة تدوس على علامة الاعدادات اللي فوق دي، وهتدوس عند كلمة جنرال سيتنجز اللي هي تاني واحدة يعني، وهتدوس على كلمة Add Game Path علشان طبعا تضيف ألعاب. وبعد كده هتدوس على علامة الزائد اللي فوق خالص دي على اليمين، وهنا بيقولك اختار الفولدر اللي انت حاطط فيه الألعاب بتاعتك. طبعا انا حاليا كده هختار الفولدر اهو، وهتدوس على كلمة Use This Folder او استخدام هذا الملف، وهتدوس على كلمة Allow. وزي ما انت شايف كده الملف خلاص بيكون اتضاف بدون اي مشكلة. بنيجي بقى حاليا كده نرجع علشان نشوف الألعاب ظهرت ولا لا. طبعا هتفضل تعمل كده في ريفريش، ولكن برضو هتستنى شوية علشان الألعاب بتبقى عايزة تاخد وقت لحد ما تلاقي اللعبة ظهرت معاك. أنا طبعا عندي 3 ألعاب، ولكن في لعبتين ما ظهروش، والسبب طبعا زي ما أنا قلت لك ملف المفاتيح. إحنا حاليا كده هنحل المشكلة دي. أنا عندي حاليا لعبتين بصيغة الـ WUX ولكن مرضوش يظهروا داخل المحاكي. طبعا أنت هتاخد الملف ده ملف المفاتيح، هتثبت إيديك ضغطة مطولة على الملف لحد ما تظهر لك القائمة دي، وهتدوس على كلمة كوبي أو نسخ، وهنيجي نخرج مرة وهنروح عند كلمة أندرويد وإلى الداتا، وهتيجي تنزل كده تبحث على المحاكي، الفولدر الخاص بالمحاكي زي ما انتم شايفين كده هو ده الفولدر. بتخش عليه وبتخش على كلمة فايلز، وبعد كده بتعمل له هنا كده لاسك، فبتدوس على العلامة الزرقاء اللي تحت دي، وبعد كده بتفعل كلمة ابلاي تو اول فايلز وعلى كلمة ريبليس أو استبدال، وبس كده. هتيجي بقى حاليا كده تخرج من الملفات دي ونرجع الى المحاكي، وتبدأ انك تعمل تاني ريفريش وتستنى شوية. هتفضل تعمل في ريفريش ورا بعض لحد ما الالعاب تظهر. انا حاليا كده مستني، وممكن طبعا تعمل ريستارت للبرنامج كله، وزي ما انت شايفين الالعاب ظهرت اهي. كده احنا حلينا المشكلة البسيطة دي. المهم هنروح بقى عند الاعدادات مرة تانية، وهنيجي عند كلمة Input Settings. دي طبعا لو انت عندك يد تحكم وحابب انك تشغلها في المحاكي. انا عندي يد تحكم ولكن مش هعملها دلوقتي. هنيجي بقى عند الخطوة اللي بعدها وهي الجرافيكس سيتنجز. طبعا احنا هنا مش هنعمل اي حاجة خالص الا حاجة واحدة بس، الفول سكرين. هندوس عليها كده وهنخليها ستريتش، علشان لو ما عملتهاش ستريتش الجناب في الالعاب بتكون مسودة، فدي كده بتخلي الجناب تكتمل. وبعد كده هنيجي نخرج مرة. هنيجي بقى عند الخطوة التانية وهي خطوة جميلة جدا وهي الجرافيكس باكس. هتدوس عليها وهتدوس على علامة التنزيل اللي فوق دي، علشان طبعا كده حاليا يبدأ يحمل الجرافيكس باكس الخاص بالألعاب الموجودة عندك. هو حاليا كده زي ما انتم شايفين كان بيحمل وقال لي ان في مشكلة. طبعا في الواقع مفيش مشكلة ولا حاجة، بتدوس مرة تانية وهيظهر معاك على طول الملفات بدون أي مشكلة زي ما انت شايف كده. وفليكن مثلا بتختار اللعبة اللي انت عايزها وبتشوف الحاجات المتاحة جواها. أنا مثلا عندي اللعبة دي هختار كلمة مودز، وطبعا في حاجة اسمها تفعيل ال 60 فريم، فهدوس عليها ونفعلها كده. طبعا دي مش موجودة في كل الألعاب، ولكن هي على حسب الألعاب اللي عندك. هتخش تشوف لو لقيتها موجودة فعلها، ما لقيتهاش يبقى خلاص مش مهم. نيجي بقى نرجع كده مرتين ونخش على جرافيكس، وهنا طبعا دي الريزوليشن اللي هي الجودة، بتدوس عليها. وطبعا ممكن من هنا تعلي الجودة أو تقللها على حسب ما أنت عايز. أنا في الواقع هخليها زي ما هي ديفولت. هنيجي بقى حاليا كده نخرج من دي. اوكي نرجع كده ورا، عفوا اقصد ارجع ورا بس مش لهنا. هنروح بقى عند اخر واحده اللي هي اوفرلاي، الكلمه الاخيره دي. انا طبعا حابب ان انا افعل الفريمات داخل اللعبه، بمعنى ان انا اشوف اللعبه شغاله بقد ايه فريمات. فطبعا عشان نعمل دي اول حاجه بنختار المكان اللي هيظهر فيه الفريمات اللي هي اول واحده. انا هختارها فوق خالص على الشمال. وبعد كده محتاجين ان احنا نفعل الميزه دي علشان طبعا الفريمات تظهر. والاتنين اللي تحت دول لو انت حبيت تفعلهم فعلهم. الاتنين دول اللي هم الرامات والمعالج، علشان طبعا تخلي الجهاز يشغل معالج ورامات بشكل اقوى علشان يشغلك الالعاب باعلى كفاءة.
بس كده هتيجي بقى حاليا كده تخرج ونيجي نخرج كده اهو. وطبعا حاليا كده هنبقى عايزين نجرب لعبة من الالعاب دي. انا حاليا كده هبدأ معاكم لعبة مشهورة جدا وهي لعبة ماريو. وزي ما انت شايفين اللعبة بتشتغل معانا اهي وبجودة خرافية وطبعا الفريمات عالية جدا، ولكن بس في مشكلة بسيطة ان زرار التحكم مش موجودة. طبعا المشكلة دي لو واجهتك فالموضوع بسيط جدا، هتيجي تخرج من اللعبة وهتروح عند الاعدادات وهتيجي تروح عند كلمة Input Settings اللي هي تبع يد التحكم، وهتختار Control 1 وهتدوس على اول واحدة وهتختار كلمة Wii U Gamepad علشان طبعا تخلي فيها التحكم في داخل اللعبة. هنيجي بقى حاليا كده نشغل اللعبة مرة تانية، وزي ما انت شايف كده اهو معانا طبعا كده حاليا الزراير ظهرت بدون اي مشكلة. وطبعا كده حاليا زي ما انت شايفين لعبة ماريو شغالة والفريمات عالية جدا والجودة جميلة جدا. هنيجي بقى حاليا كده نختار مثلا فليكن اهو المحاكي ده، بصراحة جميل جدا لانه بيشغل الالعاب بجودة رهيبة وبكفاءة عالية جدا. انا حاليا كده بجرب اخش جيم بلاي علشان استعرض لكم. طبعا كده زي ما انتم شايفين اللعبة شغالة وبجودة جميلة وبمستوى جميل جدا. فلو انت لسه مش عامل لايك اعمل لايك واشتراك وفعل زر التنبيهات علشان منزل اي فيديو جديد يوصلك اشعار بان نزلت فيديو جديد. وطبعا لو عندك اي استفسار ما تنساش تكتب لي تحت في التعليقات، او لو مش عندك استفسار انزل برضه اكتب لي تعليق يحفزني في استمرار تنزيل الفيديوهات. وعموما بس كده يا صديقي، اراك بقى في فيديو قادم والى اللقاء. جود باي. この種もみを届けるまでは。Ah!